كنقلب على الزوجه ديالي ما عرفتش فين خرجات. نهار 31 شهر 12 كنت انا خارج، ملي جيت لقيتها ما كايناش، لقيتها الدريات الجيران وهي ما كايناش، ما عرفتهاش فين مشات. بقيت نعرف شي بلاصه اللي مشات ليها، تعيط لينا وتعيط لما راه خلاتها مريضه راه بساليه صافي طايحه كاع ما قادرهش يعطي الدوي. وهذا هو المشكل، بغيناها تمشي تشوفها امها وتريح عندها، وانا حرام الرزق معاها، الا حرام راه الله يجعل البركه نتفكوا بخير وعلى خير، ما غادي ندير ليها والو. واش غندير ليها البنت؟ عندها البنت عندها عامين واقفه. المهم هادشي اللي كاين، بغيناها ترجع عند امها بعد هادشي اللي بغيت انا. برزتنا وبرزت العائله كلها، دابا باقيين مبرزطين مشغولين من جهتها، ما عرفناهاش فين كاينه، واش مشات عند شي حد شي وحده شي خدمه شي حاجه، ما تفهمش لينا هادشي. 3 سنين دابا، 3 سنين وحنا مجوجين بخير وعلى خير، عمرني ما شفت فيها شي حاجه، والجيران كيشهدوا فيها بخير وعلى خير، واللي سولنا كيقول لك عمرنا ما شفنا فيها شي حاجه. هادشي اللي بغيت نعرف انا، بغيناها تبان وتبان الحقيقه ديالها فين كاينه وفين مشات، وتهنينا. هذا هو المشكل، ما تخاصمنا ما والو نهائيا. واش كانت شي خصومه بيناتنا؟ كنت خاصمنا راه تقول خاصمين، ولكن عرفناش. مع الصباح خليتها بخير وعلى خير، عيطت ليها بنهار كاينه موجوده، وتقريبا شي 2:30 3 قال لنا باش خرجات. خرجات خلات الدريريه تتغوط شي ساعتين تقريبا ولا 2:30 وهي تتغوط. دابا الدريريه مريضه حتى هي، مبقاتش كتاكل كاع الدواء صافي، وترجع تنعس. خلاتها في الدار في المحل، ما خلاتهاش عند الجيران، في المحل خلاتهم مسدود عليها ومشات، ما وصلت على الجيران لا والو. ما عرفناش واش ضرها راسها، ضرها شي حاجه ما عرفناش. بنيت حدانا واحد الناس، واحد السيده كانت تتصبنا تماك، وكسمعتها تتغوت تغوت قوات الغوت شحال، وهي تتغوت وهي تهبط. قالتها لديك السيده اللي كاريه لينا، وطلعوا حلوا عليها القوات تتغوت صافي، وهبطوا عندهم. تطلعت انا مع ديك 5:30 تقريبا، قالوا لي راه ما عاد في خرجات، مشينا تنقلبوا السبيطارات كل شيء، ديك البلايص اللي تكون دارت شي كسيده ولا شي حاجه ما كاينش. مشينا للكوميساريه صافي، ديريك ديكلارينا وجينا في حال. عزت الحوايج الاول، عزت الحوايج الاول. التليفون مخداتو ما كاينش، واخده لاكارت ديالها حتى هو ما لقيتوش. تعيط لها في التليفون ما كتجاوبش؟ ما تتجاوبش. دابا كيصوني التليفون؟ لا ما تيصونيش، من هذيك الساعه ما تيصونيش، كيصوني ما والو. صحاباتها عائلتها؟ وسولنا العائله كلهم والصحابات، ما عرفتش الا كانت شي حاجه ما تنعرفهمش، ما عرفش الصحابات ديول. هي كانت كاع ما تتصاحبها باركه في المحل صافي، ما قالتش لينا هذا الشيء، كون قالت راه نعرفوا غدير هذا الشيء، ولكن ما قالت والو. هذا هو اللي خلانا حايرين دابا. خليته باقي فيها الحوايج عند واحد الناس، قلت لهم خلوه ليا الحويجات هنا صافي وخليته. بنيتها فين؟ بنيتها عند واحد اختي، وكاينه الوالده هنا اللي شادين والو ما كاينينش عندهم. حتى هما راه قلت لك هما مريضه فيها السكر والطونسيو طايحه. قال لي الا بقيتي بحال هكا غتشلي كاع. كنت كتسمعني بغيتها ترجع عند امها تهنيها وتهنيني انا نعرفها فين كاينه. هادشي اللي بغيت نقول ليها، بنيه راه خلاتها مريضه بعدا، والام ديالها حتى هي مريضه، هادشي اللي بقى فيا انا كاع بزاف. بان لي فاش الشك، حيت ما شايف والو ما فهمتش اش غادي نشك، ما عرفتش، حيت هاد الشك ما عمرو راه ودني فيها، داكشي علاش ما قدرتش نشك. ها مرضتي دابا مريض، راه باين لك الانسان اللي وقع عليه هذا المشكل راه مرض نفسيا. انا كاع ما تنخدم بقيت هاد الايام، يلاه الراحه صافي. دريه لاصقه فيا ما تتفرقنيش، كاينش كي غندير ليها. واللي بغيت نقول الله يرحم الوالدين، اللي شافها يعيط لينا ولا يعيط اللي كان تشوف تيفي يا صافي، ولا يدير شي حاجه. المهم بغيناها تبان وصافي. وانا الا كانت شي حاجه ما بغاتنيش ما عندي ما ندير بها، انا حتى ترجع عند امها. انا في الاصل دابا اللي باغيها تشوفها امها وتهنيني انا، تانا نعرفها فين كاينه. والا كانت واقع شي مشكل كبير ما كان ما دير، انا بيني وبينها المسامحه، ترجعها لعند امها صافي. هادشي اللي بغيت نقول، ما انا راه كون بغاتني كون بقات عندي، هادشي اللي كيبان لي. والا وقعت لها شي حاجه مخطوفه ولا شي حاجه، هادشي اللي ما نقدروش نحكموا عليه.